السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكل مشاهدي الصحة والجمال وحلقة جديدة وداعا للسمنة. النهاردة هنتكلم عن السمنة وأضرارها للمرأة الحامل وأضرارها كمان على الجنين. طبعا بيسعدنا إن احنا نتلقي كل اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة قدامكم على الشاشة. في البداية اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي منورين النهاردة في الاستوديو، والدكتور أحمد الليسي استشاري أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. في البداية برضو عايزين ناخد فكرة كده ونفكر مشاهدينا مفهوم السمنة، وإزاي حضرتك تقدر تشخص الحالة دي سمنة مفرطة سمنة زائدة؟ الحقيقة هي السمنة الأول هي وجود كتلة من الدهون زايدة عن الحاجة في الجسم، تتركز في مناطق مختلفة من الجسم. ده التعريف اللي الناس اللي هو الدرجة عارفاه. احنا بنقيسه بحاجة اسمها Body Mass Index او مؤشر الكتلة الجسمية. تمام. بنقسمها ازاي؟ بنجيب وزن المريضة وبعدين بنقسمه على الطول المربع بالسنتيمترات، يطلع لنا رقم. الرقم ده بحطه في الجدول واعرف، يعني لو المريضة اقل من 18.5 تبقى دي نحيفة او عندها سوء تغذية. لو من 18.5 لحد 25 او 24.9 ده بنسميها اللي هو الوزن الطبيعي او المؤشر بتاع الكتله الجسميه. اللي بيدل ان انت انسانه في احسن صوره، مثاليه، بيقول وزن مثالي. خلاص بدانا ندخل من 25 لحد 29.5، ابتدينا نبقى اسمها المؤشر اللي هو الخطر، اللي هو زياده في الوزن او بنسميه الاوفر ويت. اكتر من 30 بقينا الحاجه اللي اسمها السمنه، بنوصل بيها لحد 39. بعد كده بنبتدي نقول حاجه اسمها سمنه مفرطه اكتر من 40، وده هو المؤشر او الدليل الكتله الجسميه اللي بقدر اقيم بيه الانسان اللي قدامي هل عنده دهون زياده، واقدر اصنفه من اول سوء تغذيه لحد السمنه المفرطه. للاسف بقينا نسمع الارقام الزياده دي في فتيات، يعني في مراحل المراهقه، فتيات في سن العشرينات والثلاثينات، بقت برضو زياده قوي. يعني بقينا نسمع، يعني مش عارفه هو ده سوء تغذيه ولا ده عادات خاطئه ولا هي اسره نظام اسري، انا مش يعني برضو حضرتك توضح لنا الفكره. هو طبعا الحقيقه في احنا يعني يمكن الجيل القديم ما كانش فيه الفاست فود او الوجبات السريعه. دلوقتي معظم الطلبه او معظم الطلبه في المدارس او الجامعات او حتى اللي بيشتغلوا بيلجأوا الى الوجبات السريعه اللي هي بتركز اكتر على الحاجات المكسبات اللي بتخلي الناس تاكل اكتر، الكاتشب، المايونيز، الحاجات اللي فيها دهون. ما كانتش موجوده زمان دي، ما كانتش موجوده احنا ايامنا، يعني مثلا موجوده دلوقتي بسبب ضرر كبير. بالظبط. وطبعا المشروبات الغازيه دي والبيبسي والحاجات دي، ده بيخلي الواحد ياخد سعرات زياده جدا عن وزنه. لو قلنا ان في المتوسط مثلا انسان ممكن ياخد وزنه يضربه مثلا في 20 او 25 كسعرات حراريه ياخدها في اليوم، لا هو بيبتدي ياخد مثلا البيبسي، ياخد ازازه مثلا 300 سعر حراري، ياكل في محلات اكل كتير، طبعا مش هنقول اسماء، يبتدي ياخد في الوجبه الواحده 2000 و3000 سعر في الوجبه الواحده، فتلاقيه بيزيد. مشكله السمنه في الصغر هي المشكله بالنسبه لنا، لكن لما الواحد بيبقى سنه كبير ما بتبقاش السمنه في الصغر، بيخلي الخلايا الدهنيه بتزيد في العدد مش في الحجم بس. لما الواحد بيزيد في الوزن بعد 40 نتيجه ان البيزل ميتابوليك ريت او الحرق في الجسم ابتدى يقل، الخلايا الدهنيه دي عددها ثابت بس هي بتزيد في الحجم. الوزن هو اللي بيزيد لكن العدد بيبقى ثابت. لكن العدد ثابت. فهي دي مشكله السمنه في الصغر او اثناء الحمل. نتكلم برضو في للاسف ظهر كتير بقى في الفتره الاخيره، وبقينا نسمع كتير قوي عن بعد الزواج في سيدات كتير جدا بتعاني من تاخر الحمل، والسبب عندهم هو السمنه. عايزين نعرف حضرتك بقى ايه اضرار السمنه على الفتيات اللي هم يعني بعد مرحله الزواج او يعني في البدايه. هو الحقيقه السمنه مش سبب مباشر للعقم خلاص، لكن السمنه بتصاحبها مشاكل كتير جدا، اهمها انها قد تؤدي الى حاجه اسمها كرونيك انوفيليشن او توقف التبويض. ممكن السيده تلاقي نفسها الدوره مثلا بتجيلها كل، بدل ما بتيجي ريجولر او منتظمه، بتجيلها كل شهرين كل ثلاثه، وبتوصل لمراحل انها ممكن تقطع خالص. دي ممكن بتحصل في مرحله المراهقه. بالظبط نتيجه الوزن الزياده، وممكن قد يحدث ان بعض الهرمونات زي هرمون الذكوره قد بيزيد عند بعض السيدات او الفتيات زي ما انت بتقولي في سن صغير نتيجه زياده الكتله الدهنيه، الدهون نفسها بتبتدي تطلع هرمون الذكوره اكتر، فده بيسبب للست مشاكل او للفتاه مشاكل، تبتدي يطلع لها حبوب زياده في وشها، تبتدي تلاقي ان وشها دهني، يطلع لها شعر زياده في جسمها. وقد يوصل معاها الموضوع ان الدوره
تنقطع تماما تنقطع. ويحصل لها عدم تبويض، وبالتالي لما تيجي تتجوز تبتدي تعاني من مشكله التاخر الانجاب. يبقى هنا في يعني مؤشر كده لازم الام تاخد بالها، ان لو يعني زي ما حضرتك قلت كده حصل انقطاع او حصل توقف كده يعني شويه، لازم تتابع يعني البنت وتعرضها برده على اخصائي عشان تقدر تتابعها من الاول قبل مرحله الزواج، وبكده ان هي تنزل وزنها يعني قبل ما تحصل بقى في المشكله انها بعد كده تيجي. ولا تيجي بعد الزواج طبعا احنا عارفين ان كل السيدات بيبدا طبعا كان بيشتغل بعد كده بيتوقف فيبدا الجسم بيزيد. فانا عايزه برده حضرتك نصيحه لكل الامهات انها تاخد يعني دايما تبقى حريصه كده على مساند بناتها، تعرف ايه الاخبار اذا كان في حصل مشاكل متابعتها بالظبط. هو النصيحه ليا للامهات ان فتره البلوغ هي فتره تغيرات فسيولوجيه في الجسم، هتلاقي البنت بتكبر، هتلاقي بتبتدي الدوره بتاعتها تظهر، بيبتدي يحصل لها مشاكل مصاحبه جدا معاها. لو حصل سمنه زي ما قلنا الحبوب، يعني الحبوب اللي بتطلع حب الشباب، او تبتدي بشره اللي هي دهنيه، او تبتدي تلاقي الدوره بتتلخبط او تاخر. فانا بقول للامهات بس انها تبتدي لو حصل اي مشاكل من دي انها تروح للدكتور وما تتكسفش. يعني في يقول لك بنت صغيره عندها 15 16 ما تروحش دكتور نساء، لا بالعكس، ده هو دكتور النساء اول واحد يقدر يشوف حاجه. وعندنا متلازمه اسمها تينيج سيندروم، او اللي هو المتلازمه بتاعه سن المراهقه، تبتدي البنت تلاقي انها تخنت شويه، يبتدي يحصل لها تغيرات، دي بتبقى مؤشر بعد كده ان ممكن يحصل لها حاجات زي مثلا مرض السكر، يبتدي يحصل لها زياده في هرمون الذكوره. فهي لما بتروح بدري لدكتور النساء بيقدر ان هو يساعدها انها تعدي المرحله دي بسلام، ويقدر يبعتها لحد بتاع بطنه، دكتور بطنه، دكتور جراحه، يساعدها بحيث انها تتخلص من المشكله دي سريعا. طب احنا كده جت السيده لحضرتك بتعاني من تاخر الحمل بسبب وجود السن عندها، او ان طب مفيش تبويض، حضرتك بقى تبدا يعني تبدا العلاج معاها ازاي؟ ما هو احنا دلوقتي السيده اللي بتجيلي عندها تاخر في الحمل او تاخر في الانجاب وبتبقى وزنها زايد، او في التقسيمه بتاعتنا تبقى عندها سمنه او سمنه مفرطه او وزن زايد، فابتدي اول حاجه اقولها قبل ما نعمل اي حاجه ان احنا لازم هننزل الوزن، لازم الجيم، مش لازم جيم، ممكن ابعتها لدكتور دايتيشن يعني دكتور تغذيه، ممكن بعملها شويه تحاليل، ساعات بيبقى عندهم مشاكل معينه هي اللي بتخلي وزنهم زياده، زي مثلا مشكله الغده الدرقيه، مشاكل اللي هو اللي بيبقى عندها الانسولين مش شغال في الجسم، او في ريزيستنس للجسم، مقاومه للجسم، فما بتحرقش، البنت ما بتتحركش خالص، ببتدي اعمل لها بس برضو ببتدي اعمل لها حاجه بحيث انها تخسر شويه كيلوغرامات من وزنها او من الكتله الدهنيه، وعاده ما بتلاقي بعديها على طول الدوره رجعت طبيعيه، وممكن الست تحمل من غير ما تجيلي تاني، تلاقي تجيلي على طول حامل. طيب نيجي بقى برضو مشكلة المصريات بقى والأمهات والحموات، إن السيدة تيجي تحمل، لا كلي أنت بتاكلي الاثنين، لا اتغذي، لا، ونلاقي فجأة برضو بدأت تزيد وزنها يعني بلا برضو انتباه، وهي مش مدركة خطورة ده عليها وعلى الجنين. طيب احنا الأول بالنسبة للسيدات اللي هم العاديين، مش هنتكلم السيدات اللي هم داخلين الحمل هم أوبيز أو عندهم سمنة، السيدات العادية أنا بنصحهم إن التوازن الغذائي مهم جدا في فترة الحمل، عشان تقدر بعد الحمل انها او بعد الولاده متاسف انها تبتدي ترجع لوزنها الطبيعي بسرعه اسرع بالظبط، وتمارس حياتها بصوره طبيعيه، ما تبتديش تدخل في مشاكل كتير صحيه. فالتوازن الغذائي ان السيده لازم تبقى عارفه ان في حاجات مهمه في الحمل. احنا لو قسمنا الاكل لمكونات الاكل لكربوهيدرات ودهون خلاص وبروتينات، السيده لازم تبقى عارفه انها ما هياش محتاجه انها تاكل دهون كتيرة في الحمل، مش محتاجها في الحمل، ما هيش محتاجة سعرات حرارية كتيرة في الحمل، هي محتاجة مثلا في اليوم 300 سعر حراري زيادة عن وزنها، فمع الدكتور اللي هي بتتابع معاه بيقدر يحسب لها جرعات الأكل اللي تاخدها بحيث ان وزنها ما يزيدش قوي. فهي لو مشت على 300 سعر حراري في اليوم زيادة. لو اتجهت للفواكه والألياف والبروتينات اللي معظمها الحيوانية وليست النباتية، بنقدر نعدي بالسيدة لبر الامان اثناء الحمل بحيث انها ما تزيدش وزنها في المجمل من 10 ل 14 كيلو في الحمل. الوزن المثالي ده الوزن المثالي، لكن طبعا ده بالنسبه للسيدات العاديه، لكن افرضي جايه لي عيانه
هي اوبيز اساسا او عندها سمنه طواعين من السمنه اساسا، مش هقدر اقول لها لا انت هتزيدي من 10 ل 14 كيلو، انا بعمل لها ريستريكشن او بقلل كميات الاكل، بقول لها ايت لس ودو مور، يعني انت كلي اقل واتحركي اكتر، فببتدي اقلل كميات، مش هديها سعرات حراريه زياده، مش هتاخد بقى 300 سعر اللي احنا بنديها، لا خالص، وابتدي اقلل الكلام ده، وببتدي في كلاسز كتيره او في تمارين. الناس متخيله في مصر برضو، يعني بعض الناس ان الحامل دي ما ينفعش تلعب رياضه، اقعدي على الكرسي ما تتحركيش، نامي على ظهرك، لا الكلام ده مش سليم. الحمل اللي هو مش كومبليكيتد، اللي ما فيهوش مشاكل زي النزيف او انقباضات او اي حاجه، لا في كلاسز بتتعمل، في تمارين بتعمل ايروبيك يعني هوائيه، ممكن السيده تعمل كل الرياضات اللي هي العاديه اللي كانت بتعملها من قبل الحمل تكمل عليها اثناء الحمل، بحيث انها تقدر تحرق الدهون الزياده، وبتحضر نفسها للولاده بصوره احسن، نفسها يبقى احسن، عضلات الحوض اقوى، الست ما تتخنش قوي، حتى لو في شويه دهون مش هتتركز في المناطق اللي هي مش هتروح بعد الحمل، زي منطقه الارداف ومناطق تانية كتير السيدات ما بيحبوهاش. نيجي برضو في سيدات مش مدركه للخطوره قوي، يعني مش مدركه ان السمنه هي ممكن تضرها وتسبب لها امراض كثيره وكمان تضر الجنين. انا عايزه بقى كده يعني ندق كده الجرس، لا في حاجه غلط، في حاجه ممكن تحصل لك، الجنين ممكن يحصل له حاجه، انا عايز بس حضرتك تعرض لنا كده اضرار اللي ممكن يحصل. خلينا نمشي مع السيدات واحده واحده. انا الاول احنا اتكلمنا ان قبل الحمل انت لو وزنك زياده وانت بنوته صغيره قاعده بتاكلي بتتخني، هتجيلك مشكله لما تيجي تتجوزي، ان انت ممكن تلاقي نفسك ان انت عندك تاخر في الانجاب نتيجه المشاكل اللي احنا اتكلمناها. طيب انت جيتي حملتي ووزنك زياده والكلام، اول مشاكل بتقابليها مع الوزن الزياده في الحمل ان انت ممكن يحصل اجهاض، دي اول حاجه، يعني هل الوزن الزايد او السمنه من احد الاسباب اللي قد تؤدي الى اجهاض مبكر في الحمل. طيب في الشهور الاولى، يعني ممكن في الشهور الاولى وممكن بعد. طيب انت كملتي في الحمل وما حصلش الاجهاض، هبتدي يبقى عندنا مشاكل على الام ومشاكل للجنين ومشاكل اثناء الولاده ومشاكل بعد الولاده. خلينا نمسك مثلا المشاكل بتاعت الام. الام مع الوزن الزياده بتتعرض انها ممكن يحصل لها السكر المصاحب للحمل، ده بيزيد اكتر في العينين اللي وزنهم زياده وبياكلوا في الحمل ووزنهم بيزيد اكتر، تبتدي تتعرض اكتر لمرض السكر اللي هو مصاحب مع الحمل. ممكن تتعرض لارتفاع ضغط الحمل اثناء الحمل نفسه، بيرفع الضغط او المتعارف عليه او اللي بيقال عليه حاجه درجه اسمها تسمم الحمل، اللي هو ارتفاع ضغط الدم، وبتبتدي رجلها تورم ويبتدي يحصل لها زلال في البول، وممكن يؤدي لمخاطر كثيره. نسمع انه يؤدي لوفاه الجنين في بطنها، وفاه الجنين وممكن وفاه الام في بعض الاحيان الكثيره لو الموضوع ما تشخصش. الوزن الزياده يعمل ايه اكتر؟ السيدات اللي هم وزنهم زياده او عندهم سمنه بيبقوا عرضه اكتر للجلطات او الثرومبوزز اثناء الحمل، جلطات في رجليها وفي مناطق اخرى، ده نتيجه السمنه. او الضغط برضه بنسمي الضغط على الشرايين الرجل، دايما نقول الرجل متورمه، فبرضه قعدتها عدم ممارستها الرياضه، كل ده برضه ممكن يؤدي الى الجلطات. بس الحمل لوحده من الحاجات المتعارف عليها اللي هي بتزود فرص الجلطات، فلما انا بعمل كمان حاجه تانية تزود، فانا بزود النسبه او مخاطر الجلطات. طيب يعني السيده دي ممكن يجي لها سكر، يجي لها ضغط، يجي لها. طب السيده دي عرضه اكتر للالتهابات او الانفكشن او العدوى. الالتهابات دي ممكن تكون في مجرى البول، ممكن تكون التهابات مهبليه. لو ولدت طبيعي ممكن تنتقل للجنين. لا يجي لها التهابات نتيجه مثلا لو بتعمل قيصريه، وتلاقي العينه اللي بطنها كبيره قوي، تلاقي الجرح بتاع القيصريه بيبقى متغطي بفولد او جزء من الجلد، فبالتالي بيحصل له التهابات. وممكن الجرح ما يقفلش او يقعد فتره كبيره مفتوح. العينين دول مشكلتهم كمان اثناء الحمل الست انها السمنه المفرطه، ممكن يجي لها حاجه اسمها سليب ابنيا او اوبستراكتيف. يعني ايه سليب ابنيا؟ يعني العينه دي وهي نايمه ما بتقدرش تاخد نفسها، بيحصل لها فترات كده ينقطع فيها النفس تماما، وتبتدي تدخل ان مستوى اكسيد الكربون بالظبط الاكسجين يقل، اكسيد الكربون يزيد او الكربون مونوكسيد، فيحصل لها حالات شويه اختناق، والدم اللي واصل للجنين يبقى فيه كميه اكسجين اقل، ودي من احد المشاكل. العانه الحامل دي برضو اللي هي وزنها بيزيد جدا او بتتخن جدا، بنبقى من الاول عندنا مشكله ان هي لما تيجي تولد التخدير بتاعها بيبقى مشكله.
او دكتور التغذيه بيواجه صعوبه. ده كمان بتواجه مشكله في التخدير طبعا. اولا الاورده زي ما هي بتبقى باينه هنا كده، لا هي لما بتبقى عندها سمنه مفرطه غير الحمل هتلاقي الاورده دي مش باينه، فالاكسس او ان هو يبتدي يقدر يركب لها كانيولا لو في ايمرجنسي او طوارئ بتبقى صعبه. لو جت تاخد بنج نصفي او بنج اللي هو الابيديورال او المتعارف عليه بالولاده بدون الم بتبقى صعب جدا وممكن ما تاخدش. لو بتركب، لو بتاخد بنج كلي او بتركب الانبوبه اللي هي عشان تنام كلي برضو بتبقى فيها بعض المشاكل ممكن ما يعرفوش، فمحتاج ان هي من الاول يبقى دكتور النساء مرتب مع دكتور التخدير وشاف العينه دي مره او اتنين ويبقى عنده بلان او خطه هيعمل ايه لو العينه دي جالها طوارئ، جالها نزيف، بتولد، جالها طلق مبكر، اي حاجه هيقدر يتعامل معاها ازاي، وقد يستدعي الموضوع ان هو يدخلها المستشفى بدري ويركب لها الحاجات. طيب الطفل بيعاني من ايه بقى؟ الطفل ممكن يحصل له بعض التشوهات خلاص متعرف عليها انها بتزيد شويه مع السمنه زي نيورال تيوب ديفكت او المشاكل في التكوين الجهاز العصبي للجنين. اخطر من المشاكل اللي ممكن تحصل الست تقول لك انا الحمد لله جبت عيل مبقلص كده وحلو 5 6 كيلو 5 كيلو وجميل وشه احمر. المشكله ان السمنه في السمنه هي دايما بتبدا السمنه داخل البطن. يعني الام الحامل في طفل حلو كده ومقلبز دي مشكله كبيره جدا لان هو ده بيتولد بخلايا دهنيه كميتها كبيره جدا، وده المرض بقى العدد ومفيش حجم والعدد العدد ده بقى اللي بنشوفه من تلاقي بيبي او عيل صغير كده وفي المدرسه وتلاقيه تخين جدا. دي بقى علاجها بيبقى صعب جدا ودي دايما بتؤدي للطفل ده اللي عنده سكر وضغط وما يقدرش يتولد. بالاضافه ان اما تيجي الست تولد البيبي الكبير ده ما بتعرفش، صعب قوي تولده طبيعي فتضطر انها تعمل قيصريه او معدل القيصريات يزيد ومخاطر الولاده الطبيعيه اللي احنا قلنا عليها ان هي كمان في التخدير خلاص. فده بالنسبه اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو المشاكل قبل الجواز ان هي ممكن قبل الحمل ممكن ما تحملش واثناء الحمل مشاكل للام ومشاكل للجنين. طب ايه المشاكل اللي بعد ما تولد الام؟ الام اللي جالها سكر او ضغط او جالها جلطات في القدم او اثناء الحمل دي عرضه اكتر انها تكمل حياتها كلها بالسكر بالضغط بمشاكل في القلب او مشاكل تجلطات، عشان كده العين دول محتاجين متابعه كويسه جدا بعد الولاده لان الحمل عباره عن ستريس. يعني المرحله بتعدي فيها السيده بيحصل لها فيها ستريس او توتر فده اللي بيقول لك اذا كانت السيده دي هيجي لها سكر او ضغط او اي مشكله ثانيه صحيه بعد كده في الحمل. طب معلش بس نسال حضرتك دكتور، معانا اتصال. هبه الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اتكلم مع الدكتور؟ الدكتور معاكي، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، حضرتك دلوقتي بتتكلم عن السمنه وكده، طب بالنسبه بقى للرفيعين ده بيسبب مشكله في اخر الحمل؟ انا بس مثلا 50 وطولي 155، ده بيسبب لي مشكله. انا متجوزه بقالي سنتين، حملت قبل كده وحصل لي توقف في النهض والجنين نازل. طب يا ترى يعني ده علاقه له علاقه بوزني؟ شكرا. تحب حضرتك تسالها؟ شكرا يا فندم. شكرا يا هبه. الدكتور هاني. شكرا يا فندم. طبعا هبه بتقول انها حملت وحصل لها توقف نبض الجنين، ده ملوش علاقه بالوزن. توقف نبض الجنين ده ليه مشاكل تانية كتيره هي محتاجه تحللها او في بعض الحاجات اللي قد تؤدي الى تجلطات في البيبي وتوقف نبض الجنين بعد ظهور نبض الجنين. الوزن السيدات اللي هي نحيفه جدا خلاص، بس ده وزنها يعني هي ما هياش مريضه خلاص، ده لا يشكل مشكلة على الحمل. لكن السيدات اللي هم وزنهم قليل نتيجة سوء تغذية أو أندر نيتريشن، يعني مثلا لو في مناطق فيها مجاعات زي بعض البلاد والكلام ده، هو الجسم فيه حاجة غريبة جدا. الجسم دايما متعود ان هو بيشغل الأجهزة المهمة والحاجات اللي هي الكومبلمنتري أو الكماليات بيوقفها في الوقت اللي هو يعني ملهاش لازمه. يعني الاهم الاول يعني الجسم هديك كده. هديك مثال، يعني مثلا دلوقتي واحده في عندهم مجاعات او مفيش اكل والجسم ابتدى يحصل فيه بقت هزيله خلاص، بتلاقي اول حاجه بتتوقف اللي هي وظيفه الانجاب عند السيده. تلاقي الست دي الدوره قطعت عندها خلاص ومفيش فرصه انها تحمل لان هي جسمها ما يستحملش الحمل ده. اول ما تبتدي الاتموسفير او الاتموسفير اللي حوالين السيده تتصلح او الجسم ياخد امكانيته يحس ان هو قادر ويبقى في اكسترا او في زيادات تبتدي وظيفه الانجاب تاني ترجع. يعني وظيفه الانجاب ما هياش الوظيفه الاساسيه للمرء،
خلاص يعني معظم الحاجات بتروح للمخ، بتروح للقلب، بتروح للكليتين، بتروح للكبد، وبقيه الحاجات اللي هي الاكسسوارز او الكماليات بتبتدي تقل. لكن السيده اللي هي وزنها 55 وطولها 150 ده هنقول عليها وزن، وزنها وزنها مش بس اللي بشوفه، انا بقيس البادي ماس اندكس او الكتله الجسم، فده معقول وده وزن مناسب بالنسبه لطولها، يعني ما فيهوش اي فهو مش مشكلتها في في الموضوع، لا هي لازم تتابع مع الدكتور بتاعها لان اكيد في مشاكل تانية بتسبب التجلط. طب احنا نتكلم بقى برضو بعد الولاده، احنا قلنا ممكن السكر يستمر، الضغط يستمر، الطفل كمان اللي اتولد لا ليه امراض تانية، هو داخل برضو في امراض، انت سببتي له في امراض، ما هوش بالشكل مش شكله حلو كده 5 كيلو وشكله حلو، لا انت كمان سببتي له بامراض كتير في يعني ايه، يعني كل بقى دي فتره الرضاعه تبقى بقى تقول لا انت كلي مش عارفه الام بقى خدي مش عارفه حلاوه ومش عارفه والمغات، ويبدا بقى برضو الاهمال تاني بيبدا برضو يزيد تاني. ما هو اصل بصي في الفتره بتاعه الرضاعه احنا عندنا شويه تقاليد في المجتمع عندنا ان هي السيده لازم والدتها حماتها انت هتاكلي مفتقه، هتاكلي حلاوه، هتاكلي سمسم، هتشربي، لو اتكلمنا جانبيا الحاجات دي مفيده جدا، يعني عن طريق تجربه الحاجات دي فعلا بتساعد سيدات كتيره جدا اللي عندهم ادرار اللبن قليل. يعني الحاجات دي ما هياش خزعبلات، ما هياش، لا بالعكس الحاجات دي فعلا عن تجارب وعلى ارض الواقع الحاجات دي بتساعد جدا. طيب انا ممكن الجا الحاجات دي للسيدات اللي هي وزنها معقول، لكن في وقت لازم اقول للسيده لا ما ينفعش. يعني سيده داخله لي وزنها مثلا او كتله جسميه او مؤشر الكتله الجسميه بتاعها اكتر من 30، يعني هي عندها سمنه، ما ينفعش تيجي في الرضاعه تقول لي انا هاخد الكلام ده، لا خالص. انا هبتدي اقول لها تعتمدي على السوائل الكتيره جدا، وتعتمدي على السكريات من مصدر زي الفاكهه، اللي هو مش السكريات البسيطه، مش اللي الجسم ولا السكر مش اللي الجسم بيستفيد بيها على طول. لازم اخلي الجسم يتعب، فادي له سكريات ما هياش سيمبل او بسيطه، فما يقدرش يعني ما تقعدش ست تجيب بسبوسه طول النهار تاكل او كنافه، لا ما ينفعش، لا انت تاكلي السكر من مصادر مش بسيطة، مش أحادية، فبالتالي الجسم ما يستخدمهاش على طول. الجسم برضه عنده في حاجة غريبة جدا، طالما هو في فترة رخاء أو حاسس إن في أكل وفي سكريات ما بيستخدمش، بيبتدي إيه؟ يخزن. خلاص؟ فلا أنا لازم أحس الجسم بالخطر. يعني لو أنا هاكل يعني محتاج سعرات ما أخدهاش من السكريات، ابتدي أخدها من حاجات تانية، فالجسم يبتدي غصب عنه يبتدي يحرق. هو ايه، طب انا عاوز الجسم الدهون. هو يحرق فبدل بالزبط. يعني عاوده يحرق فما يخزنش بالظبط، يبتدي يحرق من الدهون المتراكمه في اماكن مختلفه. طيب احنا كده برضو يعني هي بقى ده خلاص ده، يعني انا عايزه بقى نقول للحامل يعني نقول كده ريجيم او نقول عادات غذائيه صحيه سليمه تتبعها طول فتره الحمل للمراه اللي مش عايزه يزيد وزنها فوق احنا قلنا من 10 ل 13 كيلو، او للي بتعاني من السمنه وعايزين نحافظ على الوزن بقدر الامكان. طيب احنا الاول احنا اتفقنا السيدات العاديه اللي وزنها طبيعي او معدل الكتله الجسميه طبيعي احنا بنسيبهم ممكن يزيدوا من 10 ل 14 كيلو. طيب السيده اللي عندها سمنه المفروض تزيد كام كيلو؟ هو المتاح او الجايد لاينز او الحاجات اللي عندنا ان هو ممكن تزيد من 5 ل 9 كيلو. تمام. خلاص دي لو حامل في بيبي واحد، لو حامل في اثنين او في اكتر ممكن نسمح لها انها تزيد لحد 11 كيلو. طيب احنا قلنا برضو الكلمة عندنا في الحمل اللي عينين اللي هم اللي وزنهم زيادة او عندهم سمنة eat less، يعني كلي اقل واشتغلي اكتر او اعملي مجهود اكتر. يعني خلاص هو ده انا مش مشكلتي في الدايت بس. انا في حاجات اهم كتير كده، السيدة اللي هي عندها سمنة متابعة الحمل بتاعتها محتاجة شوية رعاية اكتر. يعني لازم تتابع، لا هي لازم تتابع وبتتابع دايما بنجيب اكتر من دكتور، مش بتتابع مع دكتور النساء بس. دكتور النساء المفروض بيتابع مع من اول ما بتجيله مع دكتور دايت او دايتيشن بيساعده في ان هو يدي للسيدة دي السعرات الحرارية المناسبة. يعني في كتير من الناس تسالك طب انا هاكل ايه، يعني انا هقول لها انت وزنك كذا وانت محتاجه في اليوم 2000 سعر حراري. تمام. وانا لازم برضو الاقي للسيده حلول. يعني لازم اجيب لها ورقه اقول لها انت لو كلتي مثلا بضايه الصبح طماطمايه كذا يبقى ده في الاخر هيساوي 200 او 2000 سعر حراري. ما اقولهاش انت روحي كلي 2000 سعر حراري، طب وهي هتعرف منين؟ خلاص مش هتقدر تعرف. فانا بيساعدني في كده دكتور
دايت التغذية دكتور أو التخدير زي ما اتفقنا. في دكاترة أو مساعدين فيزيوثيرابي أو علاج طبيعي بيساعدونا بيبتدوا يعملوا شوية تمارين اللي هي المتاحة في الحمل. مثلا السباحة مهمة جدا السباحة للحوامل خلاص من أهم الرياضات المهمة جدا للحوامل لو بيعرفوا يعوموا مش طبعا مش تروح تغرق ولو هي متعودة على السباحة من قبل الحمل يعني دايما أنا بقول لهم اللي أنت بتعرفي تعمليه قبل الحمل ممكن تعمليه والليمت بتاعك أو اللي يوقفك إن أنت تحسي بوجع ما تضغطيش على نفسك لكن ما تجيش واحدة عمرها مثلا ما بتعرف تعوم وتيجي في الحمل انا هحاول لا ما فيش الكلام ده خالص تمام. طيب احنا محتاجين زيارات متعدده اكتر يعني هي لازم تزور دكتور الناس اكتر تبتدي تاخد حمض فوليك بكميات اكتر تبتدي تاخد فيتامين دي بكميات اكتر ببتدي اعمل لها سكريننج او ببتدي اعمل لها تحاليل للسكر واشوف الضغط والكلام ده في وقت مبكر يعني الكلام ده اللي انا بعمله للحامل عند 24 اسبوع اللي انا بعمله بدري لان انا عارف او متوقع ان السيده دي بنسبه عاليه جدا هتحصل لها المشاكل المضاعفات ببتدي اخلي ريستريكت السعرات الحراريه او اقلل السعرات الحراريه اللي هي بتاكلها من السكريات وابتدي اكلها اكتر بروتينات والياف فاكهه الحاجات دي الحاجات اللي بتساعد على الحرق زي مثلا البقدونس زي العيش اللي هو البردة والحاجات اللي هي بتساعد السيدة على الحرق اكتر ببتدي اعمل لها سونار اكتر بجيبها اكتر عشان اطمن على المشاكل اللي ممكن تحصل للبيبي من وزن زيادة من تشوهات خلقية وهكذا. طب في برضو سيدات كتير بتبقى قلقانة وبتسأل موضوع الدوالي يجي بقى الحمل لا الدوالي بدأت تزيد وتسبب لهم طبعا مشكله يعني بتؤرقهم جدا انا عايزه اعرف حضرتك يعني تقول لهم كده الدوالي دي اسبابها وان انا ازاي اعالجها وان انا اتجنب انها تكتر بذات فتره الحمل. طيب هو الاول ما هو انت برضو لما تقولي الناس الدوالي لازم الناس تبقى عارفه يعني ايه دوالي. هو الدوالي ده مش مرض بيجي اثناء مش اثناء الحمل يعني مش هو مش مرض هو الدوالي عباره عن الاورده العاديه اللي هي موجوده في الجسم لما تبتدي يحصل لها ضغط تبتدي تتمدد او تحصل فيها بعض المشاكل في الشعيرات نفسها في الحاجات اللي هي بتقفل الصمام بتاعها المفروض الاورده بتطلع من تحت لو خد من تحت تطلع لفوق وفيها ليها صمامات عشان تمنع ارتجاع الدم ساعات الكلام ده بيبوظ فبتبتدي جدران الاورده نفسها ده ما بتجيش في الشرايين بتيجي في الاورده تتمدد ويبقى شكلها مش لذيذ عند السيدات. في دوالي اوليه يعني بتلاقي الوريد كله من اوله لاخره كده وفي حاجات ثانويه بتلاقي الست زي سبايدرز او عنكبوت او نقط او حاجات حمراء او سوداء او زرقاء وهكذا. طبعا عاده السيدات احنا اللي بيبقى عندهم المشاكل دي ما بنقدرش نعالجهم في الحمل يعني ولا تقدر تعمل حقن ولا عمليات ولا اي حاجه خالص. عمليات يعني لو في مشكله يعني الدوالي العاديه ما بنعملهاش حاجه لو كومبليكيتد او حصل فيها تجلطات او حاجه نلجا لدكتور الجراحه ان هو يعالجها. فبننصح السيدات انها تمشي اكتر وتلبس شراب دوالي لو عندها لو هي من قبل الحمل عندها دوالي وممكن تزيد او لو هي جالها في حمل قبل كده دوالي وتعبت منها ببتدي البسها شراب دوالي اثناء الحمل. الوقوف كتير برضو بيضرها يعني برضو هو الدوالي بتيجي عاده من الوظائف او الحاجات اللي فيها وقوف كتير زي الدكاتره اكتر ناس عرضه للدوالي نتيجه كثره الوقفه و يعني ركود الدم في الجزء السفلي من الجسم. طيب برضو احنا اتكلمنا حاجه قلنا ان الحامل هتزيد المفروض من 10 ل 13 او 10 ل 14 اوكي. طب يعني بتنزلوا بقى في فتره قد ايه بقى اللي هي الزياده اللي هي زياده ده تنزلوا المده بتاعتها قد ايه؟ لا هو ده يعتمد على السيده خلاص لكن في زياده بتنزل على طول يعني اولا وزن البيبي يعني البيبي مثلا لو وزنه من 2.5 ل 4 كيلو في الافريج او من 2.5 ل 3.5 دول بينزلوا على طول. وزن المشيمه وزن الرحم في حاجات على طول الست بتخسرها على طول بعد الولاده من 5 ل 7 كيلو فبتبقى مبسوطه جدا. الست ما بيفرقش معاها الوزن قد ما بيفرق معاها الشكل. لسه هقول بقى شكل البطن شكل البطن شكل الرجلين ساعات بيطلع لهم
كلف او زياده في افراز الميلانين في بعض اجزاء الجسم. فهو ده اللي بيفرق مع الساده اللي هو الشكل الجمالي مش الوزن، لان انت برضو ممكن تيجي لك واحده وزنها 90 كيلو بس شكلها حلو، يعني شكلها مقبول ما عندهاش مشاكل، لكن بتجي لك واحده ممكن يبقى وزنها قليل بس حصل تغيرات اثناء الحمل فبقت شكلها احنا معانا صوره يعني دي مثلا ده صوره للوزن الزائد اثناء الحمل. حضرتك شايفه السيده ده ايه، دي حامل في توأم ولا لا خالص بس شايفه الوزن ده السمنه المفرطه ده اللي بيتخيل اثناء اكتر من 40، هي مش قادره تاخد نفسها، مش قادره تنام، متخيله بطنها قد ايه. الدكتور اللي هو الغلبان اللي واقف، بصي يعني دي مشاكل التخدير، يعني دكتور التخدير هنا عشان ينيم مريضه زي كده بيواجه صعوبات، بيواجه صعوبات كتيره، واثناء العمليه ممكن يجي لها تجلطات، ممكن البنج كله يفشل. ف طبعا دكتور التخدير هو واقف، يعني هو واقف موجود طول العمليه مع دكتور التخدير عاده يعني عاده كده كده دكتور التخدير بيبقى لازم موجود في الاوضه في اي نوع من العمليات. طب معلش يا دكتور معانا اتصال ام مريم، معلش انقطع الاتصال، حاولي تكلمينا تاني. طيب احنا كده قلنا الموضوع الدوالي، احنا بقى البطن بعد الولاده تبدا بقى الحاله النفسيه، يعني بيحسوا ان هي مش هترجع، يعني دايما يقول لك ايه انا حاسه ان بطني مش هترجع تاني من كتر بقى طبعا شايفه منظرها، شايفه الاستريتش مارك. طب انا اقدر بقى افيدها بايه؟ لان بطني ممكن هترجع تاني والاستريتش دي هقدر ان انا اظبطها ولا ايه؟ بصي، هو الاستريتش ماركس الناس لازم تبقى عارفاها، الاستريتش ماركس دي ملهاش علاقه بالحامل. يعني الاستريتش ماركس دي عباره عن تمدد في الجسم، فبيبقى في طبقه في الجلد اللي هي الاستيك لير دي بتتقطع، فبتدي يظهر خطوط قد تتراوح الوانها من الابيض الى البني او الاحمر حسب السيدات اللي بيلعبوا حديد هيلاقوا عندهم ستريتش ماركس، لو واحد تخين قوي خس هيلاقي عنده ستريتش ماركس. ما هوش حاجه خاصه بالحمل، بتزيد بالحمل لان منطقه البطن طبعا بتزيد بشكل اكتر من المعتاد، وبالتالي السيده دي محتاجه انها تستخدم ترطيب للبشره من اول الشهر الرابع او الخامس، تبتدي من الحمل وهي في اي حاله، عشان في ناس بتهمل ده وبترجع بعد كده يندم. هل هو ده بيمنع؟ اكيد لا طبعا، لكن هو بيساعد بصوره مش قليله ان هو يقلل كميه الحاجات دي خالص. ف حتى السيدات بيستخدموا زيت زيتون، في منتجات كتيره في السوق باسم الستريتش ماركس. انا بقول للسيدات ما بيفرقوش حاجه، المركبات المستورده او كله بيبقى عباره عن زيوت فيتامين اي لينوليك اسيد وحاجات كلها بتساعد على ترطيب البشره وتمنع التمدد اللي بيحصل في طبقه ال يعني ما يحصلش ترهل ولا برده كده كده الترهل. لا بنتكلم دي عن الستريتش ماركس اللي هي الخطوط اللي بتظهر للحوامل. الترهل ده بيعتمد، ما هو انت برضو هتيجي واحده من قبل الحمل جسمها رياضي وبتلعب رياضه وعضلات البطن متناسقه وقويه، دي ما بيحصل لهاش عاده مشكله، بتعدي فتره الحمل. حتى انت ممكن ما تلاحظيش ان هي حامل، تشوفيها يعني تبقى مثلا في التاسع او قرب تولد وتحس انها في الرابع او الخامس، عضلات البطن قويه بعد العمليه على طول او بعد الولاده لو مارست الرياضه على طول بترجع عضلات. لكن في ناس ما بيعملوش اي حاجه وما بيتحركوش وما عندهمش عضلات للبطن، فطبعا دول بيبقوا اكتر عرضه ان ايه، ان بطنهم تتمدد وتترهل ويتكون طبقه من الدهون في بيبقى سهل انها مع العضله الضعيفه سهل ان الدهون تتراكم عليها بالظبط. فبالتالي بعد الولاده اللي هي ما كانتش تعمل حاجه قبل الولاده هتعمل بعد الولاده؟ اكيد طبعا مش هتعمل حاجه. طب برضو بينتشر اللي هو الكرسي، البسي كرسي، الكرسي طب بعد الولاده، طب بعد لما تعدي ال 40 يوم، طب امتى بقى هي المراه تلبس الكرسي؟ بصي، هو الكرسي مش مطروح عندنا خالص في الولادات، احنا ممكن نستخدم حزام بطن، الكرسي مش مطروح كحل عندنا في النساء، احنا بنلبس العينين حزام بطن، وحزام البطن ده اكتر بيدي شعور للسيده بالامان، لان بيبقى عندها عضلات، العضلات اللي هي في النص دي كلها بيحصل لها بتيجي على الجنب مع تضخم الرحم عشان الرحم يكبر في النص. السيده بعد الولاده دايما بتبقى حاسه ان بطنها دي هتقع، يعني بتبقى حاسه عندها حاجه كبيره في النص كده خلاص، فبتبقى حاسه انها هتقع ماشيه ماسكاها حاسه انها هتقع والكلام ده. فانا ممكن بخليها تلبس حزام البطن من اول يوم بعد الجراحه، ده بيديها شعور بالامان او بالراحه. بترجع تاني العضلات؟ لا خالص خالص، العضلات ما بترجعش ولا بحزام بطن ولا بكرسي. العضلات بترجع بالرياضه لكن مفيش كرسي بيرجع عضلات البطن، الكرسي بيضعف عضلات البطن ما بيرجعهاش. طيب ايام قليله كده ونستقبل الشهر الكريم، اعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ان شاء الله. المراه الحامل بقى في رمضان
صيام ولا مش هتصوم ولا ايه الاخبار؟ بصي هقول لك حاجه، هو خلينا نبقى واقعيين، انا مش طبعا انا مش في مجال افتاء او انا يعني شيخ عشان اقدر اطلع فتوى للسيدات، لكن انا طبعا انا بتعامل من منطلق ان انا دكتور ومن حقي اجتهد. فالسيدات من ان هي هتصوم من 3:30 ل7، انا عن نفسي بخلي السيدات يفطروا. الحمل فتره قاسيه في حياه الـ يعني المراه محتاجه فيها سوائل كتيره، محتاجه سكريات كتيره عشان الطفل، محتاجه تاخد فيتامينز، محتاجه تاخد اكل. انا بقول لها دايما الاكل بيبقى عباره عن سناكس او وجبات صغيره يعني بفتره قريبه مش بعيده، مش زينا تقدر تاكل كل 8 ساعات او كل 10 ساعات، محتاجه على طول تاكل كل شويه او تاخد سعرات. ده الشهور الاولى او ده كل لان مستوى السكر بيقل بسرعه، لان البيبي بيستخدم السكريات على طول اللي عند الام. وبالتالي مستوى السكر في الدم عند الام لازم يبقى عالي على طول عشان البيبي يستخدمه. السيده محتاجه سوائل كتيره جدا، فاحنا في شهر 7، درجه الحراره عاليه جدا، الكهرباء ما بتقطعش خالص، فالسيدات يعني محتاجين على طول ان هم يبقى عندهم ياخدوا املاح من الفواكه، يشربوا سوائل كتير جدا عشان يقدروا يعدوا المرحله دي. اصل انا عارفه ان في سيدات هيقول لك طب انا ابدا اول يومين كده اجرب واشوف. انا ما انا قلت انا مش مجال الافتاء يعني، انا مش المفتي، بس انا عايز اعرف بس لو حست بايه. لا خلاص انت كده، ما انا بقول لك، هو انا مش مفتي، انا بتكلم من ناحيه علميه مش من ناحيه دينيه. من الناحيه العلميه عندي انا السيده محتاج تاكل 5 أو 6 وجبات في اليوم بفترات قليله جدا، محتاج تشرب سوائل كتيره، محتاجه تاكل اكل. ده لو تعارض بالصيام يبقى انا بقول للسيده عندي انا كده كده انا عايزك تفطري، انت عندك فتره لازم هتعديها عشانك وعشان الطفل. خلاص فانت ما ينفعش تصومي. لكن طبعا واحده تقول لك اصل انا طبعا اجرب وربنا يكرمني، دي برده مش بتاعتي انا، لكن هي بتبقى متابعه برده للطبيب المختص. لكن انا طب انا كطبيب انا بنصحها بعدم الصيام في جو زي ده. طب من بقى حلقتنا خلاص اوشكت على الانتهاء، عايزين بقى كده نصيحه من حضرتك للحامل لتجنب زياده الوزن اثناء فتره الحمل وبعد الولاده. هو احنا الـ السيدات المشكله في مصر ان هي ما بتتبعش نظام غذائي مكمل بنظام رياضي. يعني السيده لازم هتاكل كميات قليله من حاجات هيلثي، يعني خضروات فاكهه وبروتينات، ما تكترش جدا من السكريات. انا بقول لها انت ليكي 300 سعر حراري زياده عن اللي انت عايزاه، ممكن ناخدهم من الفاكهه، ناكل الياف، نبتدي نلعب رياضه، نتحرك، ما نقعدش في البيت، بلاش الفاست فود خالص لان هو اساسا كمان في مشاكل كتيره ومخاطر على الحامل وعلى غير الوزن. هي دي الحاجات اللي بتخلي السيده تعدي الفتره دي على طول، تتحرك وتاكل اقل. طب احنا في نهايه حلقتنا بنشكر حضرتك على الحلقه المفيده اللي النهارده استفدنا بيها كتير، بنشكر الدكتور احمد الليسي استشاري امراض النساء والتوليد بالقصر العيني. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور. شكرا. في نهايه حلقتنا بنشكركم اعزائي المشاهدين والى حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.